اهلا بكم في قناه عالم هباك. رحب بكم فيديو جديده ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والادوات والاجهزه والافكار الهائله للتنظيم وترتيب المنازل، كذلك لتوفير الراحه اليوميه. ففيديو كله افكار وافاده، غنكتشفوا جديد هاد المستلزمات وايضا الطريقه ديال الاستخدام ديالهم وفين نقدروا اننا نقتنيوا هاد الاشياء المدهشه. فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر. واللي اول مره كيشاهد القناه كنتمنى انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. وايضا ما تنساوش لي لايك ديالكم او اعجاب للفيديو تشجيع لنا للقناه والفيديو، كذلك باش يقدر يتقترح يوصل لاعلى عدد من المشاهدين وايضا المهتمين بهذه التكنولوجيا الحديثه. فهنايا مجموعه ايضا متميزه من احدث التكنولوجيا والاختراعات والاجهزه الحديثه اللي ربما تشاهدوها معايا لاول مره على قناه عالم هبه، اجهزه اللي هي حديثه جدا كما كتلاحظوا معايا وكتوفر في جميع الاحجام وايضا في الجوده ديالها جد ممتازه وضد اللصق. كما شفتوا معايا اجهزه اللي اكيد غتوفر لكم الوقفه في المطبخ وغادي ايضا تقدروا انكم يعني تطيبوا جميع الاكلات في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف. فاما هنا اداه اللي كتسودي جميع الاكياس والصاشيات وهكذا كتبقى المنتوجات ديالكم مده طويله ما كتخسرش. شوفوا ايضا هذا الجهاز الرائع اللي كيجي معاه الكسكاس ديالو على شكل مقله ويمكن لكم تحكموا في درجه الحراره، هكا يمكن لكم ايضا تطيبوا فيها جميع الاكلات. كما شفتوا معايا منتوجات اللي هي ضروريه واساسيه لجميع المنازل. دخلوا على هذا المقطع ايضا وشوفوا هنايا بالنسبه لهذا الانبوب ديال غساله الملابس يمكن لكم ايضا تضيفوا هذا المصفات هذه وفي نفس الوقت انها كغطاء القرقره. كما شفتوا معايا منتوجات اللي ضروريه واساسيه واللي اكيد غتحتاجها جميع السيدات داخل المنزل ديالها. دخلوا ايضا على هذا الجهاز هذا ونشوفوا ايضا هنايا يمكن لكم تطبقوا جميع الحبوب ويمكن لكم انكم تثبتوها بهذه الطريقه هذه، فالفكره ديالها مميزه. وايضا هاد الحبوب اللي كتكون نبته فهي جد فعاله بالنسبه انها كتطلع المناعه، شي حاجه اللي اكيد غتنفعكم بالنسبه يعني الصحه ديال الجسم ديالكم. فنشوفوا ايضا هنايا هاد البريزا اللي كيجيو على اشكال دبدوب اشكال حيوانات اللي يمكن لكم تشحنوا جميع الاجهزه ديالكم. فايضا هنا عندنا هاد العلاقه اللي كتجمع جميع الكركبه ديال العلاقات كما شفتوا معايا، فشي حاجه اللي انيقه جدا وكتجي جميع اللوينات. يمكن لكم ايضا تاخذوا هاد الاداه الرائعه اللي كتوصل للاماكن الصعبه وكتنظف لكم الفواصل ديال البيبغو او القنينات اللي كتكون صعيبه انكم توصلوا لها فرشاة عاديه. كما شفتوا معايا افكار اللي طبعا جد مفيده وغنحتاجوها في المنازل ديالنا. اما هنا اداه كذلك اللي كتقشر معكم جميع الخضر والفواكه وكتبقى ايضا في الغطاء ديالها كما شفتوا معايا. فايضا هنا عندنا هاد العلاقات الكيوت جدا اللي كيجيو جميع اللوينات، يمكن لكم ايضا تلصقوهم بهذه الطريقه هذه وتضعوا فيهم بزاف ديال المنتوجات او تعلقوا فيهم الفوطات، فاشياء طبعا اللي هي متعدده الاستعمالات. فاما هنا جهاز اللي هو مفيد جدا في عصر مجموعه ديال الفواكه كما شفتوا معايا بطريقه ايضا اللي جد مبتكره. ونشوفوا ايضا هنايا هذا الجهاز الرائع اللي كيجي معاه الكاس ديالو، يمكن لكم ايضا تحكموا في درجه الحراره ديالو خصوصا اللي عندهم اطفال، فشي حاجه اللي اكيد غادي تنفعكم بزاف. كما شفتوا معايا اجهزه وادوات ومستلزمات اللي هي حديثه جدا وايضا فهي كتوفر على واحد الجماليه بالنسبه للشكل ديالها، وكذلك هنايا قنينات اللي كتوفر على الغطاء ديالها اللي محكم الغلق وكتجي هكذا في اللون اللي هو شفاف، واغطيه كتكون معده الوان وايضا يمكن لكم توضعوا فيها بزاف ديال الحاجات ديالكم بالنسبه لتخزين المطبخ. اما هنايا منظم اللي ايضا فاشكي ديالو جديد بالنسبه لتنظيم البيض. شوفوا ايضا هنا هاد الاداه الرائعه اللي يمكن لكم تطبقوها كما هكذا في لقطه الفيديو واكيد غادي تنفع بزاف معكم خصوصا اللي عندهم الاطفال، يمكن لكم تطبقوا هكا في حتى في الثلاجه او في مجموعه ديال الاشياء اللي ربما تخافوا على وليداتكم انهم يفتحوها. فاما مجموعه كذلك ديال الاشياء الرائعه اللي خرجت جديده مثل هنا هذا المسدس اللي ايضا يمكن لكم هكذا توزنوا به درجه الحراره كما شفتوا معايا بطريقه ايضا اللي سهله بزاف وكيخدم بالبطاريه. دخلوا كذلك على هذا المقطع ونكتشفوا ايضا هذا الجهاز الرائع
اللي بضغطة واحدة يمكن له أنه يفتح جميع الغلاقات بطريقة سهلة وبدون مجهود أو تعب. فأيضا هنا هاد الأشكال اللي خرجت جديدة اللي هو شفاف بالنسبة للبوبيل كما شفتوا معايا، أيضا فهو ضد الكسر وأيضا متعدد الاستخدامات كما شفتوا معايا. فقط يعني تعطيكم واحد الشرح أو ريفيو للمنتوجات ديالهم، وأيضا كي وصلوا لكم الجودة ديال المنتوج كما لاحظتوا معايا، فكل سيدة وعلى حسب الاحتياجات ديالها داخل المنزل ديالها. اما هنا ايضا هاد الاداة اللي يمكن لكم تشدوا بها هكذا جميع الاكياس ديالكم بطريقة ايضا لجد مبتكرة. فايضا شوفوا هنا يا بالنسبة للاشخاص الكبارين في السن او اللي عندهم نظر ناقص، فهاد الاداة جد عملية جدا، يمكن لكم تدخلوا للخيط بالابرة بواحد الطريقة ايضا اللي سهلة بزاف. فايضا هنا يا خلاط اللي مصنوع من الأونيكس الممتاز، فكذلك بضغطة واحدة أنه ينجز معكم جميع المهام وبدون كهرباء. فنشوفوا هنا يا هاد المجموعة ديال الرفوف اللي مصنوعة من البلاستيك، كذلك توفر على العلاقة. وأيضا هنا أداة لتقطيع مجموعة ديال الخضر بطريقة أيضا اللي سهلة بزاف وغتهنا من الوقفة والتعب في المطبخ. شوفوا أيضا هنا أداة من نوع آخر اللي أيضا يمكن لكم تنقيوا به الذرة. فأفكار طبعا اللي هي جد عملية ومفيدة جد ممتازة، طبعا مجموعة ديال المنتوجات اللي أكيد غادي تعشقها جميع السيدات في المنازل ديالها. منهم أيضا هاد الأداة الرائعة اللي خرجت بواحد التصميم جد مختلف اللي هكذا كتوصل معكم الأماكن الصعبة. شوفوا أيضا هنا يا هاد الطابيات اللي بأشكال ثلاثية الأبعاد كما شفتوا معايا وبحد الجودة اللي طبعا جد ممتازة ورائعة. فكما شفتوا معايا اشكال والوان اللي هي جد مميزه. فكذلك عندنا هاد الشنطه هذه منظم اللي جد فعال، يمكن لكم ايضا توضعوا فيها كذا الملابس، توضعوا ايضا فيه الكوفريات البطانيات كما شفتوا او المانطات كما شفتوا معايا. ايضا كيتوفر على واحد يعني السنسله اللي تقدروا انكم تحلوه بكل سهوله. فايضا هنا عندنا هذا الجهاز الرائع اللي يمكن لكم تجفوا فيه الملابس ديالكم خصوصا فصل الشتاء، فاكيد غادي يكون مفيد جدا. ايضا هنا عندنا هذه الاداه من نوع اخر لتقشير مجموعه ديال الخضر والفواكه بطريقه اللي هي عبقريه. نشوفوا ايضا هاد الطابيات اللي ايضا ثلاثيه الابعاد واللي كيجيو بواحد الرسومات اللي هي زوينه بزاف، تعطيكم واحد الجماليه داخل الغرف ديالكم. كما شفتوا معايا افكار ومنتوجات ومستلزمات وتنظيفات اللي هي ضروريه واساسيه لجميع المنازل. فايضا هنا عندنا هاد القنينات اللي هي عباره عن خلاط، ويمكن لكم زر واحد انكم تخلطوا فيه مجموعه ديال المنتوجات ديالكم. فندخلوا ايضا على هذا المقطع ونكتشفوا هاد التوشيات هذه لتزيين المفاتيح، شي حاجه طبعا كيوت جدا واللي كيعطيكم ايضا جماليه. اما البريزات فطبيعة الحال تيكون خطر علينا، اللي يمكن لكم ايضا تحمي وليدات ديالكم بهذا الغطاء السحري وحتى الكبار. كما شفتوا معايا فكره ديالو عمليه جدا. فنشوفوا ايضا هنا هاد المصفات الرائعه اللي يمكن لكم تثبتوها في الصنبور مباشره، وبهذه الطريقه اكيد غادي تتفاداو اختناق الحوض. كما شفتوا معايا ايضا فكيجي في جميع اللوينات والاحجام. وانتم ايضا كتشاهدوا معايا هاد المقاطع الرائعه والممتعه، غنعطيكم بزاف ديال التفاصيل اللي تقدروا انكم توصلوا بها لهذه المنتوجات المبتكره. فكما شفتوا معايا هنايا مجموعه ايضا ديال القنينات اللي تقدروا انكم تضعوا فيها الشامبوان او باندوش، فالفكره ديالها مميزه وعمليه. بالنسبه لهاد المنتوجات تقدروا تلقاوهم غير في الاسواق العاديه او الاسواق الكبرى مثل مرجان وايكيا وكارفور، وايضا يمكن لكم تلقاو بعض هاد المنتوجات في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. فكاينين تجار اللي كيبيعوا من خلال هاد المواقع، كاينين اللي كيبيعوا بالجمله وكاينين اللي كيبيعوا بالتقسيط. وايضا يمكن لكم تدخلوا للمتاجر الكبرى اللي كتكون متخصصه في بيع هذه المنتوجات للانترنت. كما شفتوا معايا ايضا مجموعه ديال هذه العلاقات راه متوفره غير في الاسواق العاديه وباثمنه اللي طبعا جد جد مناسبه. وبالنسبه ايضا لجميع المتابعين من داخل المغرب او خارج المغرب، يمكن لكم تدخلوا المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه مثل موقع اليكسبريس وموقع امازون وموقع علي بابا وبزاف ديال المواقع. ويمكن لكم فقط تكتبوا الاسم ديال المنتوج في محرك البحث، وبعد ذلك غيطلع لكم جميع التفاصيل المرفقه مع المنتوج. كما شفتوا معايا ايضا طقم ديال التوابل
فكذلك في شكل اللي هو جديد. وايضا هنايا عندنا هذه العلبه اللي يمكن لكم توضعوا فيها الحبوب ديال الدواء ديالكم كما شفتوا معايا، يمكن لكم تاخذوها في الشنطه وانتم كذلك خارجين. وايضا هنا توشيات للتزيين، مفاتيح الكهرباء اللي ايضا مصنوعين من السيليكون، واللي يمكن لكم ايضا يعني تطبقوهم كما هكذا في لقطه ديال الفيديو فكيعطيكم واحد الجماليه. كذلك هنا مجموعه ديال الاغطيه ديال غسالات الملابس، وكاينين منهم ديال الثلاجه، وكاينين جميع الاجهزه فاشياء اللي خرجوا كذلك بواحد الشكل اللي هو جديد. وايضا هنا عندنا هذا المنظم بالنسبه للتواليت او الحمام اللي كيجي ايضا بهذا الشكل هذا، ومتوفرين في جميع اللوينات، ويمكن لكم ايضا جمعوا جميع الكركبه. فاما هنايا عندنا هذا الكوافوز اللي هو ذكي جدا، اللي يمكن لكم ضغطه زر واحده انكم تسرجيو فيه جميع الاجهزه ديالكم. شوفوا ايضا هنا حامل صابون اللي كيجي هكذا بجوج طبقات، يمكن لكم تنزلوا فيه صابون اللي متخصص باليدين وصابون بالنسبه للوجه، وكيجي معه ايضا المصفات ديالو. دخلوا ايضا بالنسبه للحمام وشوفوا ايضا هذا الحامل ديال المناديل اللي كيجي معهم هكذا المجر وما كيدخلش نهائيا المياه كما لاحظتوا معايا، فيمكن لكم فقط لصقوه بواحد اللاصقه اللي طبعا كتجي معاه اللي هي فعاله جدا. وهكذا غنكون سريت الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تخلوش لاختكم باللي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش يعم فائده. ولا عندكم ايضا شي اسئله او شي يعني محتوى عجبكم خليوا لي لتحت في الكومنتيرات. كما شفتوا هنا ايضا ملصقات اللي هي بثلاثيه الابعاد، واللي ايضا تعطيكم واحد الجماليه بالنسبه كاينين ديال الغرف النوم الاطفال، كاينين ديال الحمام، كاينين ديال اي جزء حبيتو في المنزل ديالكم. كما شفتوا معايا اشياء اللي هي طبعا جد رائعه. ندخلوا ايضا على هذا المقطع ونكتشفوا هذه الملصقات لتجديد كذلك الثلاجه باشياء طبعا اللي هي جد عمليه واقتصاديه. فنخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر، ونتلقاو فيديو مقبل باذن الله.